الملح من أكتر المواد المنتشرة حول العالم، وما فيش مطبخ في العالم تقريباً إلا وبيكون فيه برطمان ملح. بس الملح ورغم انتشاره ليه أنواع كتير بتتباع وتتصنع حول العالم إحنا ما نعرفهاش. ده غير إن ملح الطعام المعروف علمياً بكلوريد الصوديوم بيستخدم في مجالات كتير جداً غير الطبخ. عمرك توقعت إن الملح العادي ده بيستخدم في زيادة نسبة الأمان على الطرق وتقليل الحوادث؟ طيب كنت تعرف إنه بيدخل في صناعة الإزاز والصابون؟ أديك عرفت. اشترك بقى في قناة كوكب أخضر وتابع معانا الفيديوهات الجاية واللي فاتت. النهاردة من خلال الفيديو ده هنتكلم عن أغلى 10 أنواع من الملح في العالم ونعرف ليه هو غالي كده. نبدأ برقم 10، وده ملح بيضة الديناصور الأسيوي واللي بيوصل سعره $50 مقابل كل باوند. خلينا أفكركم إن الكيلو الواحد بيساوي 2.2 باوند، يعني الكيلو الواحد من الملح ده يقفل $100. النوع ده من الملح اللي على شكل بيضة كبيرة هو تحفة جاية من الفلبين وبيتصدر بكميات قليلة جدا، وده لأنه يعتبر صناعة محتضرة وجزء مهدد بالاختفاء من الثقافة الفلبينية. عائلات قليلة جدا في الفلبين لسه عندها الصبر إنها تنتج الملح ده، وده لأن قشر جوز الهند اللي بيتصنع فيها الملح لازم تتنقع في المية لمدة شهور. بعد كده بياخدوا مية البحر في شهور محددة بيعتقدوا إن نسبة ملوحة البحر بتكون عالية فيها، ويغلوها لمدة يوم كامل على نار الحطب، وقت طويل جدا ومجهود كبير عشان يقدروا يحصلوا على ملح عالي الجودة ونقي، واللي طبعا بيتميز بنكهة مدخنة. فهل ممكن تدفع $50 في الملح ده؟ يعني حتى لو على سبيل التجربة يا ريت تقولنا رأيك في كومنت. رقم 9 هو الملح الفارسي الأزرق، واللي سعره بيتخطى $55 لكل باوند. الملح ده يعتبر أنقى نوع ملح في العالم وأندر نوع كمان، لأنه مش بيتم تصنيعه عادي من أملاح البحر، لا ده بيستخرج بس من مغارة في مدينة سمنان الإيرانية. المغارة دي بالأملاح اللي فيها اتشكلوا قبل حوالي 100 مليون سنة، طبعا واضح ليه بيعتبر أنقى نوع ملح. الملح الفارسي الأزرق غني بالمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، ده غير إن ليه استخدامات مهمة جدا في علاج التسمم الإشعاعي، تقدر تقول إنه ملح سحري. أما في المطبخ فهو مناسب للأكلات البحرية بشكل خاص، لأن طعمه قوي جدا وبيسيب نكهة مميزة في اللسان بعد البلع. طبعا ده كلام الناس اللي دقوه، أنا بصراحة ما دقتوش، ويتهيألي يعني لو ما جاش ببلاش يبقى مش هدوه أبدا. أما رقم 8 فهو ملح فليك الأيسلندي، ده بقى سعره $60 لكل باوند. الملح ده هو النوع الوحيد اللي بيتم استخراجه بطريقة طبيعية، وده لأن مية البحر بيتم تسخينها عن طريق الينابيع الساخنة في أيسلندا، ولما تسخن المية بيبدأ الملح يكون بلورات بتتساب بعد تبخر المية في قاع الأحواض، وبيسموه كمان الملح المقشر، وده لأنه بيكون شبيه بالقشور البيضة النقية، وبيتقال إن الملح ده بيحافظ على نسبة المية في الجسم وبيمنع الجفاف. أعتقد كل أنواع الملح بتعمل كده، بس الأيسلنديين محبكينها شوية، دول كمان بيحاولوا يروجوا للنوع ده من الملح على أساس إنه ملح صديق للبيئة ولازم الكل يشتريه عشان يحارب الاحتباس الحراري. بس الناس اللي مش عايزة تدفع $60 في نص كيلو ملح بتقول ما هو حتى لو كان بيتم إنتاجه بطريقة صديقة للبيئة فهو بيحتاج سفن عملاقة شغالة بالنفط عشان تنقله للدول التانية، فخليه في بلده أحسن. والله انتوا ناس عسل. رقم 7 هو ملح الحمم البركانية الأيسلندي، كل باوند بيتباع بتقريبا $70 لكل باوند. محاولة تانية من الأيسلنديين إنهم ينتجوا ملح غالي وكمان يميزوا نفسهم قدام العالم بمنتجات خاصة بيهم، هدف نبيل. بس هل الملح ده يستاهل تمنه؟ مبدئيا الملح ده عبارة عن ملح الفليك العادي اللي اتكلمنا عنه قبل شوية، بس بعد كام خطوة إضافية بقى اسمه ملح الحمم البركانية أو ملح اللافا. الخطوة الزيادة هي وضع فحم نشط أو حمم بركانية نشطة وساخنة جدا في أحواض ملح الفليك عشان ينتج لنا ملح لونه أسود وغني بالفحم. الملح ده بيستخدم كتير جدا في مطاعم الاستيك الغالية لأنه بيدي نكهة مميزة للحوم، غير إن الفحم معروف بقدرته العالية على مقاومة السموم وطردها من الجهاز الهضمي. نيجي بقى لرقم 6،
ملح الحمم البركانية الأسود من جزيرة هاواي. سعره بيوصل ل 75 دولار لكل باوند. الملح ده ما بيختلفش عن شبيهه الأيسلندي غير في حاجة واحدة بس، إنه أمريكي. بيتم صناعته برضو بنفس الطريقة، إضافة حمم بركانية لمية البحر عشان تتفاعل أملاح البحر مع الفحم. النوع ده من الملح بيحتوي على 85% من كلوريد الصوديوم، وده بيخليه مناسب للناس اللي بتحتاج ملح قليل في أكلهم، ده طبعاً لو معهم تمنه. وفوائد الفحم اتكلمنا عنها قبل كده. رقم 5، ملح الكرز المدخن إيبوري جيو. دخلنا في التقيل، واسمع بقى الأسعار اللي جاية. الملح ده بيتباع ب 100 دولار لكل باوند. على الرغم من إنه ملح نقي جداً، بس مش ده اللي بيخليه غالي. هو غالي بسبب مزج النكهة بتاعته مع دخان خشب الكرز. 3 أيام من مزج متواصل بيتعرض فيه الملح لدخان خشب الكرز، واللي بيحول لونه للبني الفاتح وبيديله نكهة قوية شبه لحم الخنزير. غير كده فالمية المالحة اللي بيستخرج منها أصلا لازم تكون على عمق لا يقل عن 2000 قدم، وبرضه لا يزيد عن 3000 قدم. معرفش ليه بصراحة، بس هي المعلومة كده. بيتقال إن طعمه ممتاز وبيستخدم في المطاعم الغالية اللي عمري ما تعرفت على حد بيروحهم أصلا. النوع ده من الملح ما بيتمش طبخه مع الأكل، هو بيترش على اللحوم والسلمون بعد عملية الطهي. أما رقم 4 فهو ملح الزعفران. بيوصل ثمنه ل 115 دولار لكل باوند، وده لأنك بتجمع بين أغلى نوع بهارات في العالم وملح البحر عالي الجودة. الزعفران اللي ما يعرفش، ثمن الباوند منه بيوصل ل 2500 دولار. بيتاخد جزء صغير منه وبيتم إضافته للملح النقي عشان الأغنياء في العالم يلاقوا حاجة يصرفوا فلوسهم عليها. لو حد من متابعي كوكب أخضر خد الفكرة دي وعمل ملح البامية، القناة ليها نسبة من الأرباح، دي ما فيهاش كلام. رقم 3، ملح بورا بورا. سعر الباوند منه 145 دولار لكل باوند. جرب كده تدور على مكان تكون فيه المية نقية لدرجة انك تشوف السمك وهو بيسبح. تخيل بقى الملح اللي هيتم استخراجه من المية دي يدويا وبكميات قليلة هيبقى سعره كام. جزيرة بورا بورا اتباع لفرنسا في المحيط الهادي، تعتبر سادس اغلى مكان السياح بيروحوه. اغلى مكان مش اكتر مكان، لان في فرق. الملح بتاع الجزيرة يعتبر ملح نقي جدا ومش محتاج معالجة كيميائية كتير. على العموم أنا مقطع البضائع الفرنسية، فمحدش يحسب حسابي بعد إذنكم. رقم 2، ملح الصويا كامبشي. الملح ده بيتباع ب 155 دولار للباوند. بيتم صناعته خلال سنوات طويلة من تخمير صوص فول الصويا. الصويا صوص بحد ذاتها بيكون فيها نسبة تقدر ب 50% كلوريد الصوديوم، والباقي عبارة عن معادن مفيدة. ده بيخلي الملح الناتج عن تخميرها لمدة من 3 ل 5 سنين ملح غالي جدا. ده غير انهم بيقدروا يستخلصوا ملح بنسبة 14% من الكمية المستخدمة كمان. نيجي بقى للكبير، رقم 1 على الكوكب. بس قبل ما نكشف عن رقم 1، نحب نفكرك انك بقالك من اول الفيديو بتتفرج ومش مشترك، فلو عجبك محتوانا ياريت تدعمنا بلايك وتكون احد سكان كوكبنا الاخضر. ملح خشب البامبو، الملح الكوري الشهير اللي بيوصل ثمن الباوند منه ل 200 دولار. العجيب في الملح ده اني لما دورت على رأي الطباخين فيه لقيتهم بيوصفوه باقذر الاوصاف. الملح في الاول ريحته ضعيفة، بس لما تحطه على اي حاجة بينتج ريحة نتنة عاملة زي ريحة البيض الفاسد، وطبعا الريحة والنكهة السيئة مش بتروح من المطبخ. الملح المقرف ده بيتعمل بشكل يدوي في كوريا على يد متخصصين في صناعة الملح. بيجيبوا خشب البامبو ويقصوه بحيث يخلوا ناحية واحدة منه بس مسدودة، وبيستخدموا اسطوانات البامبو كأوعية للملح العادي المستخرج من البحر بشكل عادي جدا. بعدين بيحرقوا البامبو والملح جواه 9 مرات. بلوراته بيكون لونها ارجواني جميل، بس جمالها ما يشفعلاش انها منتنه برضو. دول كانوا اغلى 10 انواع ملح، واللي اكيد هيخلوك تبص للملح في بيتكم باحترام بعد كده. بس خد بالك ان الانواع دي مش بس هي اللي غاليه في العالم، لا في انواع تانية زي ملح الهيمالايا الوردي، بس اسعارهم لا تذكر مقارنه بالانواع اللي انا قلتها لك في الفيديو. انا كده خلصت، واشوفك في الفيديو الجاي.